شدت ورد جاب الورد لكن بقي محتار ينثرها راد على الأرض في مولد الكرار ويجيب بوراق الأمل واجمل غزل وشعار ويمر على دار اليتم ويبشر بهالدار حيدر يلم طعم اليتم طعم اليتم عن شفة الأيتام يزرع أمل طعم العسل طعم العسل وتخضر الأحلام ماكو جراح والكل صاح ماكو جراح والكل صاح حب حيدر الإيمان حبر القلم خطو ذهب وبيع ذهب حب الوصي ينقاص شف حيدر يحول خبز ويوزع بين الناس دين الورد يم الورد ما قبل يرفع فاس وما قبل ظلم على الورد تحت القدم ينداس بالعاطفة أبارك لجميع المسلمين الذكرى العطرة الميمونة لولادة إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ومع هذه الذكرى تحتفل هذه المؤسسة الكريمة مؤسسة أمير المؤمنين عليه السلام الإنسانية الثقافية بتزويج مجموعة من الفتيات والشباب وهذه خطوة مباركة باعتبار أن الإسلام أكد وحث على الزواج والتزويج قال النبي صلى الله عليه وآله من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر يعني ما أحوج الشباب إلى الزواج خصوصا في مثل هذه الظروف فالذي يسعى لتزويج مؤمن ليسعى لبناء أسرة لبناء عائلة كريمة أجره عند الله تبارك وتعالى كبير وحقيقة مثل هذه المشاريع تسر ولما نسمع بها ولما نراها نرى الفرحة على الأفواه على الوجوه عند الرجال وعند النساء عند المشاركين عند المتزوجين وعند غيرهم لأنه عمل خير وعمل مبارك وعمل صالح ندعو الله تبارك وتعالى التوفيق والمزيد من هذه البرامج والمؤسسات والمشاريع الخيرية التي هي ذخيرة الإنسان يعني الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وندينت للقاع وبالآيات كم إثبات بالآيات كم إثبات حب حيدر الإيمان وقت الشجاعة حيدر صاغ وضرب أمثال خل الزلم
بالمعركة حال ويلوذ بحال الزلزال من ينزل علي وشي واجه الزلزال مثل الأسد طبع الأسد بيه الغضب لو صال لا والفجور. سادة المشاهدين الكرام ونحن مستمرون في تغطية هذا الحفل البهيج الذي عقد تيمنا بذكرى ولادة أمير المؤمنين والذي تقيمه مؤسسة الإمام أمير المؤمنين الثقافية الإنسانية حفل تزويج مجموعة من الشباب المؤمن تيمنا بهذه الولادة المباركة. سرنا أن نلتقي بأمين عام هذه المؤسسة السيد عيسى الخرسان. أهلا ومرحبا بك سيدنا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيدنا في البداية بودنا أن تحدثنا عن مؤسسة الإمام أمير المؤمنين، من هي؟ مؤسسة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عام 1428 للهجرة انبثقت من خلال مجموعة من الشباب التي تؤمن بالعمل الصالح وتقديم الخير والتكافل والتعاون. انبثقت الفكرة وبحمد الله تشكلت المؤسسة وخطت خطوات، في بدء كانت خطوات وئيدة لكن بحمد الله الآن مشاريعها أنشطتها ازدادت وتعددت نواحيها. كان النشاط الأول صندوق القرض الحسن، يقدم قرض حسن للمؤمنين المحتاجين بلا فائدة بأي نحو من الأنحاء، على أن يسدد القرض بنحو أقساط مريحة خلال مدة معينة ومرتبة. النشاط الآخر كان مشروع إفطار الصائم، بحمد الله تم خلال 4 سنوات تقديم مساعدات بنحو مواد غذائية لكن بطريقة إحالة على الأسواق، يتم من خلالها تسوق العائلة ما تحتاج له من مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك. العمل الثالث مشروع الزواج، اللي هذا المشروع الثاني. المشروع الأول كان في ذكرى تزويج أمير المؤمنين سلام الله عليه من فاطمة الزهراء، والآن المشروع الثاني هو اللي يعني النشاط الثاني في ذكرى ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلام الله عليه. كانت لكم خطوة سابقة قبل هذا المشروع، أي قمتم بتزويج مجموعة من الشباب وهذه هي المرة الثانية التي تعملون على إقامة هذه الخطوة. نعم، هذه هي الخطوة الثانية، هذه المرة الثانية. المرة الأولى كانت في يوم زواج ذكرى زواج أمير المؤمنين من فاطمة الزهراء العام الماضي، والآن في ذكرى ولادة أمير المؤمنين المشروع المرة الثانية يكرر. حدثنا عن هذه الخطوة، كيف تتم؟ هل أنتم من تختارون الشباب أم يتم التقديم إليكم من قبل الشباب المؤمن؟ طبعا المؤسسة إلها مكانها المعلوم في النجف الأشرف، يقصدها الأخوة، كثير من الأخوة يقصدها. يتم الإعلان عن الموضوع في داخل المؤسسة وفي خارجها، من خلال ذلك يراجعنا مجموعة من الشباب المؤمن، أيضا تدرس كل طلباتهم وفق آلية منظمة وفق ضوابط وفق مراجعات وفق فحص وتدقيق، تتم الموافقة على تزويجه وتقدم له على نحوين. المساعدة تكون على نحوين، نحو الأول نقد مساعدة مالية والنحو الآخر بنحو عيني، على أن يكون الاختيار له في العين، في المواد العينية يكون الاختيار للمتزوج. والمعرف خلي يسأل البيبان بيها ثار ليلي احتار، بيها ثار ليلي احتار، حب حيدر الإيمان. في هذه المناسبة العطرة، مناسبة ذكرى ولادة أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل الصلاة والسلام، نبارك للأمة الإسلامية جميعا ولمراجعنا العظام هذه الذكرى المباركة العطرة التي تعني الكثير لنا، ولادة بطل الإسلام، ولادة الإنسان، ولادة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي قال فيه جورج جرداق وهو مسيحي إن في كل إنسان حقيقي يجب أن يكون شيء من علي. وفي هذه المناسبة تقيم مؤسسة أمير المؤمنين الإنسانية الثقافية هذه الاحتفالية
عقد قران وتزويج ثلة من المؤمنين ممن من ضمن برامجها المختلفة التي تقوم بها والتي تعددت من كفالة الأيتام إلى القرض الحسن إلى الرعاية الصحية، كونها مؤسسة لم يمر عليها سوى 6 سنوات منذ تأسيسها لحد الآن، وبجهود شخصية وفردية من سيد عيسى الخرسان ومجموعة من إخوانا المؤمنين، وبجهد متواصل وحثيث قدم الكثير لما يستطيعه في هذا المجال وفي هذه المجالات، ويسعى لتوسيع دائرة خدمات هذه المؤسسة مستقبلا ببركة دعاء المؤمنين. نهني ونبارك في هذه المناسبة ألا وهي تزويج ثلة من المؤمنين مباركة برعاية مؤسسة أمير المؤمنين الثقافية الإنسانية. وبهذه المناسبة العطرة أحب أن أهدي قصيدة إلى الإمام علي، أقول والله لو ماك علي بهذا الوجود وخلي أتخيل وجود بلاولي، أنا شو أتخيل صدق ما عند راي، والوجود انخلق لجلك يا علي. صح سمعنا سيوف تقطع بالرقاب والحملها جفوف وفعال الرجال، لكن سيف المرتضى تدوخ عقول، مو رقابي يقطع يقطع جبال، مو رقابي يقطع يقطع جبال. نحب نهني ونبارك العوائل هؤلاء الشباب، وأيضا نبارك في هذه المؤسسة الشريفة العفيفة مؤسسة أمير المؤمنين الثقافية. نبارك الأمة الإسلامية والمراجع العظام مولى سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المناسبة الشريفة. تقيم مؤسستنا مؤسسة أمير المؤمنين الإنسانية الثقافية هذا المشروع، هو المشروع الثاني لها، وهو زواج ثلة من المؤمنين من الأيتام والسادة والمحتاجين لهذا العمل. والحمد لله رب العالمين قدمنا الخدمة، هي ليس الخدمة الأولى وإنما هي خدمة يمكن بها خدمات متعددة، خدمة الصحية والخدمة الزواج والخدمة القرض الحسنة، مشاريع متعددة، مشاريع مستقبلية بها. لكن نسأل الله أمير المؤمنين أن يوفر الخير لهذه الأمة، لهذه الثلة من الشباب المؤمن. خطو قسم حيدا الإيمان، وبمولده يبوس الندى، يبوس الندى خد الورد فرحة وعي الوردات، خط كلمات عي الوردات كلمات. شدت ورد جاب الورد لكن بقى محتار. سادة المشاهدين الكرام، ونحن مستمرون في تغطية حفل عقد قران مجموعة من الشباب المؤمن من قبل مؤسسة أمير المؤمنين الثقافية الإنسانية. يسرنا أن نلتقي بأحد الشباب المؤمنين الذين عملت المؤسسة على تزويجهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم؟ حسن عبد الكريم محمد الخليلي. أخ حسن، أنت اليوم تشرفت بالحضور إلى مؤسسة الإمام أمير المؤمنين، وهذه المؤسسة عملت على دعمكم في مشروع الزواج، فما الكلمة التي تقولها في هذه المناسبة؟ طبعا بالبداية هنا العالم من الإسلام.